بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب صحيح الإمام البخاري للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردسبة البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الكتاب 60، كتاب أحاديث الأنبياء. قرأنا مقدمة الباب الأول الذي الباب الثاني، مقدمة الباب الثاني، وهو باب قول الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. واليوم نقرأ الحديث، أول حديث في هذا الباب، بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام البخاري في صحيح الحديث 61 بعد 300 و3000. قال: حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا. 60 ذراع، الذراع لو قلنا عليه مثلا حوالي 40 سنتي، تضرب 40 سنتي في 60 يطلع يعني كام؟ تقريبا 24 متر. العمارة اللي احنا قاعدين فيها دي طولها 15 متر، يعني لما يمشي كده يبقى السطوح عند كوعه، فاهم؟ حاجة كده ضخمة. ده أو لأنه طبعا جه في أرض فيها ديناصورات وفيها حيوانات كبيرة، وما ما يمشي جنب الديناصور كأنك أنت ماشي جنب فار كده، الديناصور يجري منه. خير إيه ده اللي جبل ماشي، فاهم؟ فلازم يناسب خلقته، تناسب طبيعة الأرض، لأن كانت لسه الأرض بكر وممتلئة حيوانات عجيبة الشكل وحياة غير ممهدة، فلابد يبقى جسده بهذه القوة والمتانة علشان يعرف يواجه، لأنه خلق فسوى وقدر فهدى، لطيف لما يشاء سبحانه وتعالى. خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا، ثم قال: اذهب فسلم على أولئك من الملائكة، فاستمع ما يحيونك تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم. يبقى انت تدخل الجنة هتبقى ايه؟ على الحجم بتاع ايه؟ ابيك آدم، حجم كبير علشان تستمتع بايه؟ بمتع الجنة. تاكل كتير بقى وتستمتع، مش تاكل لك كده انت تلاقي نفسك شبعت، لا، حاجة وحش يا عم، شغال ياكل طول النهار، واخد بالك؟ يقوم يستمتع أكثر. والكافر برضه هيبقى جسده في النار كبير، علشان كمان يبقى مساحة كبيرة للعذاب، نسأل الله السلامة. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم، صورة آدم من الجمال والكمال والحجم، ما فيش واحد بقى قبيح في الجنة، كله جميل، فاهم؟ يعني على صورة آدم من الجمال والكمال والحجم. فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن، ما زال بقى الخلق بيقلوا على مدى الأجيال لحد ما جينا الحجم بتاعنا اللي انت شايفه ده، واخد بالك؟ فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن، كل ما تزداد الحياة تمهيدا وتيسيرا، مش محتاج يبقى جسدك يعني بهذه القوة ولا بتاع، الحكاية بقت سهلة، فهمت؟ وعن أبي قال: حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، من حيث الإضاءة والكمال،
ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتخطون. يعني ما فيش بقى الحاجات الايه القذرات اللي بتخرج من ابن آدم في الدنيا دي، مش موجودة خلاص في الجنة. الجنة لا قذر فيها ولا نجاسة، لا قذر ولا نجاسة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون، والتفل اللي هو ما خرج من الفم، ولا يمتخطون يعني ما خرج من الأنف. أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك، يعني عرقهم أطيب من المسك أو مسك زي المسك. ومجامرهم الألوة الأنجوج. الأنجوج ده لغة في الإيه في الألوة اللي هو العود، عود البخور، وهو أرقى أنواع البخور اللي هو البخور العود، أغلى من الذهب حتى، الجرام بتاعه أغلى من الذهب. ومجامرهم يعني إيه المباخر بتاعتهم، المجامر هي المباخر. الألوة الأنجوج، الأنجوج كأنها يعني بيقول لك إن إيه أعلى أنواع الإيه العود وأفضل أنواع العود الأنجوج. ومجامرهم الألوة الأنجوج عود الطيب. كل شوف شوف ثلاث تعريفات، كأن التكرار ده إيه للتعريف. واحد يقول الألوة يقول له الأنجوج، واحد يقول الأنجوج العود، يبقى كأنه إيه بيعرف إيه يعني تعدد الصفات لزيادة التعريف. وأزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم. ما فيش بقى واحد صغير قصير، واحد طويل، واحد رفيع، واحد تخين، واحد عريض، واحد كنز، ما فيش كده، كله طول واحد، كله جمال واحد، فهمت؟ على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. وعن أبي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام ابن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أن أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ لأن سؤال محرج النساء تتكسف تسأله، عشان كده قدمت هذه المقدمة اللطيفة. إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. يبقى الاحتلام متعلق بخروج المني. إذا رأت الماء. فضحكت أم سلمة فقالت تحتلم المرأة؟ لأن العلم كلما كان الإنسان كاملا ما يحتلمش، الرجل الكامل ما يحتلمش خالص، فهمت إزاي؟ لأن الاحتلام تلاعب الشيطان بالإنسان وهو نائم، والإنسان الكامل ربنا بعد عنه الشيطان، فتلاقيه مش يحتلمه، نادرا ما يحتلم الكمل، والأنبياء لا تحتلم أصلا لكماله. ستنا أم سلمة كاملة زوجة النبي، ما جربتش الحكاية دي مع نفسها فتعجبت، قالت هي المرأة بتحتلم حاجة غير أول مرة تعرف، لأنها لم تجربها مع نفسها لكمالها، لأن دي أمهات المؤمنين، فهمت إزاي؟ فضحكت أم سلمة فقالت تحتلم المرأة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فبما يشبه الولد، يعني لو لم يكن للمرأة ماء يختلط بماء الرجل، فمن أين يأتي شبه الولد لأمه وأخواله إلا أن تكون في جزء منها إيه مساهم في تكوين خلقة الإنسان. وده طبعا سابق لكل الأزمنة، بقى الحديث ده من ناحية العلمية بقى سابق لكل الأزمنة، لعصر قريب جدا من حوالي 300 سنة كانوا متصورين ان الولد ينبت من المني بس، يعني المني ده ما هو الا البذرة اللي تدخل رحم المرأة فينبت منها الانسان، وان المرأة ملهاش دخل الا ان هي بس كالارض فقط. ما كانوش يعرفوا بقى ان في حاجة اسمها البويضة، والبويضة دي بتتكون في المرأة تختلط بالحيوان المنوي يتكون المشيج، وهذا المشيج يعلق فيبقى في جزء منه من المرأة وجزء منه من الرجل، ويحصل معناه النواحي الوراثية اللي بيه أحيانا يشبه أخواله وأحيانا يشبه أعمامه،
فشوف الحاجات دي النبي سبق العصور كلها. بعد كده نشأت بقى العلوم الجديدة، علوم الوراثة والحاجات دي، ودي عمرها في تاريخ البشرية من 300 سنة. قبل كده البشرية ما كانتش تعرف حاجات علوم الوراثة دي، والنبي تكلم عنها قبلهم ب 1100 سنة صلى الله عليه وسلم. أمي لا يقرأ ولا يكتب في جزيرة العرب في وسط الصحارى، يعيش ويركب الجمال ويقول لهم الكلام ده اللي الناس ما تعرفوش إلا بعد. وفي الآخر يقول لك إيه دليل نبوة النبي؟ علمه المبهر وإخباره بالمغيبات وإتيان المعجزة على يديه وصدقه وأمانته وكماله وعلو شأنه ونسبه. فتقول لي إزاي إيه دليل؟ وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كانت أدلة نبوته أقوى من إنه هو كان يظهرها للناس. ده أول ما دعا قريش لما قال له أنذر عشيرتك الأقربين، قال لهم إيه؟ جاب لهم معجزة؟ جاب لهم عصاية رماها بقت حية؟ أحيا لهم الموت؟ أبدا. قال لهم ماذا تقولون لو قل لو أخبرتكم أن بهذا الوادي خيل تريد أن تغير عليكم، وهم شايفين الوادي بعينيهم. قال لهم أنتوا شايفينه فاضي أهو، أنا هقول لكم إن في خيل هتغير عليكم، ماذا تقولون؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط، يعني نصدقك أكثر من عينينا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب أليم. فكانت معجزته وشخصه في أول كلمة يقولها صلى الله عليه وسلم. تبقى أنت شايف المكان فاضي والنبي يقول لك لا في جيش هيجي يغزوك، يقولوا له نصدق واحنا ونكذب عينينا، نصدقك ونكذب عينينا. فهو هيقول لهم حاجات غيب عينيهم مش شايفاها. فشوف القياس البديع، هم لا شايفين ملائكة ولا شايفين جنة ولا نار ولا شايفين حاجات. فبقول لهم أنا لو قلت لكم إن في جيش وما فيش جيش هتصدقوني ولا مش هتصدقوني؟ يقولوا نصدقك أكتر من عينينا. قال لهم فإني نذير لكم بين يدي عذاب أليم. فالعذاب غائب كالجيش الغائب الذي تصدقون أنه موجود لكمال صدقي أمامكم. شفت القياس البديع؟ فكانت النبي علامة نبوته هو نفسه، شخصه نفسه، سيرته في وسط الناس. كان الأعرابي دول يبقى جاي من بعيد سامع أن في نبي ظهر في مكة أو في المدينة، وأول ما يدخل والنبي قاعد في وسط الصحابة يبص كده يقول لك هذا هو النبي، باين في وسط الناس، وهو لسه ما شافوش. أول ما يشوف هيئته باينة صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا الفزاري عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال بلغ عبد الله بن سلام مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن سلام ده حبر من أحبار اليهود، من كبار اليهود العلماء الكبار، حبر ابن حبر ابن حبر، يعني عيلة علماء. فهمت ازاي؟ كانوا يتوارثوا العلم كده الأحبار دول. فده حبر ابن حبر ابن حبر إلى منتهى. شوف، فأول ما سمع إن الرسول لجأ المدينة هو عارف علاماته المكتوبة عنده في التوراة، فعايز بقى يروح إيه؟ يستثبت أنه هو ولا غيره. قال بلغ عبد الله بن سلام مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأتاه فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. هسألك ثلاث أسئلة ما يعرفش الإجابة بتاعتها إلا نبي، يعني يوحى إليه يعني. قال ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه؟ ومن أي شيء ينزع إلى أخواله؟ يعني إمتى يشبه الولد لأبيه وإمتى يشبه أخواله؟ وإيه أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وإيه أول أشراط الساعة؟ العلوم دي كلها تعرفها منين؟ لابد يبقى في وحي، محدش يعرف يجيبها يكتسبها يعني بالكسب العادي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرني بهن آنفا جبريل. الله، ده جبريل قايل لي الإجابة قبل ما تيجي. يعني كأن ده سيدنا جبريل قال له هيجي لك وتتسأل في كذا وقول له كذا وكذا وكذا. فلما جه سأله قال له جبريل لسه قايلها لي قبل ما تيجي. خبرني بهن آنفا جبريل قال فقال عبد الله ذاك عدو اليهود من الملائكة. كويس، النبي بقى ما ناقشوش في المسألة دي. دي بقى بعد كده نزل القرآن ايه؟ قل من كان عدوا لجبريل فإنما نزله على قلبك بإذن الله مصدقا. رد عليهم بقى في القرآن، لكن النبي عايز يجاوب له الأسئلة. إنما القضية دي بقى دي مسألة تانية، لما تدخل في الإسلام هتتحل عندك مباشرة، مش قضية المحورية، ليست هي القضية المحورية الآن،
وده يفيدك في مناقشة الخصم. ما تخشش في ايه، في امور غير محورية اثناء مخاطبة الكفار، لا شوف الاصل ايه وخش عليه. فهمت؟ واحد يجي لك يقول لك هو ليه النبي اتجوز 9 وليه اتجوز عائشة وعندها 9 سنين وليه مش عارف المرأة بتاخد نصف نصيب الرجل. كل ده مش قضايا محورية. القضية المحورية هو نبي اصلا ولا مش نبي، هي دي القضية المحورية. فهمت؟ بيوحى اليه اصلا ولا مش بيوحى اليه. فاذا اثبتت لك انه نبي وصدقت خلاص يعمل اللي يعمله، لان كله بامر الله. النبي لا يفعل شيء من عند نفسه، ده يفعل كله بامر الله. امره اتجوز كده حاضر، اتجوز عايش عندها كذا حاضر، ده نبي. زي ما امر سيدنا ابراهيم انه يذبح ابنه قام يذبح. تقول لي ليه بيذبحه؟ لان ربنا امره بيوحى اليه. فهمت؟ يبقى لازم تحدد القضايا المحورية عند مناقشة الخصم. بيعلمك النبي ازاي صلى الله عليه وسلم. هنا هيدخله بقى في قضية غير محورية. هو سأله 3 أسئلة ما يعرفوش الا النبي، وبعدين قال له جبريل قالها لي، قال له بس جبريل ده عدو الملائكة. مش هي دي القضية المحورية. القضية بقى انت مش بتقول أسئلة ما يعرفوش الا النبي، انا هجاوبها لك، انا نبي اهو، انتهينا. فهمت بقى؟ يبقى القضية المحورية اثبات نبوة النبي اصلا، مش القضايا الفرعية الفقهية. ما حدش هيدخل في الاسلام بانك تحل له شبهات في القضايا الفرعيه الفقهيه، لا، ليدخل في الاسلام لما يعرف انه نبي. فهمت؟ هي دي القضيه الاساسيه. فقال عبد الله ذاك عدو اليهود من الملائكه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما شوف اول شر اشراط الساعه. شوف كانه ما سمعش الكلمه دي. شوف النبي قال له طب انا هجاوبك كل الاسئله، ساب الحته دي مش دلوقتي، دي هتتحل مباشره بانك تعرف ان انا نبي، تتحل بقى المشكلة. أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت، اللي هي القطعة الزائدة في كبد الحوت. وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة يعني جامعها فسبقها ماؤه كان الشبه له، وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها. قال أشهد أنك رسول الله. شفت؟ اتحلت المشكلة. قضية بقى عداوة جبريل دي قضية فرعية بقى، خلاص أنت رسول الله، جالك جبريل، جالك إسرافيل، جالك ميكائيل، أنت رسول الله. اتحلت المشكلة. فهمت بقى؟ مش المشكلة نوع الملك اللي قال ولا اسمه. قال أشهد أنك رسول الله. ثم قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني، يعني كذبوني، كذبوني يعني افتروا علي الكذب، يعني بهتوني يعني إيه؟ يعني افتروا علي الكذب، اتهموني، بهتوني عندك. فجاءت اليهود ودخل عبد الله البيت، يعني استخبى كده، وجاءت اليهود عشان النبي يسألهم عن عبد الله بن سلام، ما تقولون عبد الله بن سلام فيكم وهو مختبئ في البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا أعلامنا وابن أعلامنا وأخبارنا وابن أخبارنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرأيتم إن أسلم عبد الله؟ قالوا أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله إليهم فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقالوا شرنا وابن شرنا، ووقعوا فيه. طريقة اليهود على طول. فهمت ازاي؟ اسلوبهم هو الى يوم القيامه لحد ما نخلص منهم، ايه؟ بقياده سيدنا عيسى ابن مريم. لكن ده اسلوبهم طول عمرهم. وعن ابي قال حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن همام عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، يعني لولا بنو اسرائيل لم يحنز اللحم. يحنز اللحم يعني ينتن، يتغير طعمه يعني ويحصل فيه نتن. ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها. لولا بنو إسرائيل، لأن ربنا لما من عليهم بالمن والسلوى بيديلهم رزق يوم بيوم، فهم علشان مستخونين ربهم لا ينساهم يوم، فبدأوا يخزنوا الأكل، فلما خزنوا الأكل ربنا أفسده عليه فبدأ اللحم يخنس. فهمت؟ فيبقى لولا بنو، لكن قبل بني اسرائيل ما يعملوا كده ما كانش في حاجه اسمها لحم ينتن، ما كانش مش معروف. انت
تذبح الذبيحة وتحطها كده تاكل منها 10 أيام ولا يجرى لها حاجة، لحد ايه ما عملت بني اسرائيل كده، فربنا ايه القى عليهم ايه انتان الاكل. ولولا حواء عانت ابينا ادم على المعصية، يعني طوعته عند الاكل من الشجرة، فطوعته عند الاكل من الشجرة، فهمت ازاي؟ فكان سببا لان تحدث الخيانة في بناتها، فهمت؟ مش خيانة في العرض، لان يعني منزهات، ازواج الانبياء زوجات الانبياء منزهات في اعراضهن، هتخونوا في اي عرض وفي راجل تاني غيره؟ مفيش غير، فهمت؟ وكلهم ابنائها بعد كده، يبقى الخيانة هنا مش خيانة في العرض، ده خيانة هنا ان عاونته وطاوعته في الاكل من الشجرة فلم تذكره. ابونا ادم اكل من الشجرة ناسيا، فهي اكلت معاه ولم تذكره، فهم؟ فصاروا الاثنين مسؤولين. ولولا حواء لم تخن انثى زوجها. وعن ابي قال: كأن معاونة المرأة زوجها على عصيان الله خيانة، فهم؟ يبقى أول خيانة تحصل إيه؟ إن المرأة تعاون زوجها على معصية الله أو تدفعه لمعصية الله، في الحالة دي تبقى اسمها خيانة، مش الخيانة بالمفهوم اللي أنت فاهمه إنها لا يعني إيه تسير مع رجل أو تمشي مع رجل غيره، لا، الخيانة لها درجات كثيرة، أنواع كثيرة. وعن أبي قال: حدثنا أبو كريب وموسى بن حزام قال: حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن ميسرة الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه. استوصوا بالنساء يعني اصبروا عليهم شوية، لأن المرأة خلقت من ضلع، والضلع فيه إعوجاج، وأعوج حاجة فيه أعلاه، يعني دماغها أعلى حاجة فيه. ليه؟ لغلبة العاطفة على عقلها، لأن هي طبيعة المرأة ربنا خلقها إيه؟ تحنو على أبنائها وعلى زوجها، يعني تميل كده توطي، فلازم يبقى تبقى الضلع معوج علشان تعرف تميل وتخنع، واخد بالك، وتبقى حنينة كده على بيتها وعلى أولادها، فهمت؟ فلما يغلبها عاطفتها على عقلها اصبر عليها ايها الرجل، لا تعاملها بعقلك، فانت عقلك يغلب على عاطفتك، وهي عاطفتها تغلب على عقلها، ومن كمال المرأة ان تغلب العاطفة على، يبقى اعوجاجها بعاطفتها كمال فيها وليس نقص. يبقى النبي هنا مش بينتقص النساء، ده بيقول كمالهم ان يبقى عندهم عاطفتهم تغلب عقلهم، كمال المرأة. عارف لو اتجوزت انت واحدة بتحكم عليها على طول وعاطفتها نمرة 2 و3، هتحس انك متجوز راجل، تطلقها وتزهق منها، ده هي حلاوتها ان هي مختلفة عنك، فهمت ازاي؟ تقوم هي تصبر على العيال وتصبر على ايه؟ عليك، لغلبة عاطفتها وحرصها على بيتها واولادها، تقوم الحياة تستمر. انما لو غلبت عقلها على عاطفتها تقول انا مالي بالتعب ده كله، قاعدة بعمل لهم طول النهار لا، هتسيب لك البيت وتمشي وتقعد في النادي وتسيب العيال يضربوا يقلبوا، لا، ده هي تقوم في عز الليل وهي تعبانة تشوف الأولاد، وانت تقول لها قومي شوف العيال بيعيطوا قومي، وهي تعبانة أكتر منك، وتفضل انت كده نايم وهي اللي تقوم. طب ايه اللي بيخليها تقوم؟ ما غلبتش عقلها، ده غلبت عاطفتها، فاهم؟ يبقى النبي هنا في الحديث، في ناس تفهموا الحديث هنا ان النبي بيذم في النساء، ابدا، ده النبي بيمدح النساء. لكن الغباوة بقى، لما واحد يقرا الحديث بقفاه يفهمه غلط. استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته. أنت عايز تخليها زيك، تغلب عقلها وباستمرار تلومها على عاطفتها، تلومها على عاطفتها، هتنتهي الحكاية إيه؟ إنك أنت هتخسرها خالص، تخسر المرأة خالص، مش هتعرف تعيش معاها، لأن هتغير طبيعتها، مش هتعرف تغير طبيعتها، فاهم؟ فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء.
وعن أبي قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال حدثنا عبد الله قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني يعلق في جدار الرحم، ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني في بداية تكوين الجنين يبقى ايه، مضغة مخلقة وغير مخلقة. الغير مخلقة اللي هي المشيمة، والمخلقة اللي هو بيتكون منها الجنين. ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا، الملك الموكل بالأرواح، ب4 كلمات طبعا ايه، فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد، يكتب قدره، يبقى القدر بتاعه، لأن القدر أنت مجبور في الأقدار، مختار في الشرع الشريف، أوامر الشرع ونواهيه أنت مختار فيه. طب والقدر، قضاء والقدر، ده أنت مش مختار فيه، مجبور. فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، ينفخ الروح التشريفية، الروح الآدمية التشريفية. طب واللي قبل كده كانت روح حيوانية نامية بس ينمو بيها، لكنها ليست روح التشريف. ثم ينفخ فيه الروح، فإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني قارب على الوفاة، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيموت، يعني ويدخل إيه، فيدخل الجنة، يموت على حالة طيبة يعني، فيدخل الجنة. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، لأن ربنا كتب أن يدخل الجنة أهل الهداية وأن يدخل النار أهل الغواية. فممكن يعمل الطاعة وقلبه في غواية، فيفضل يعمل طاعات سنين طويلة لكن قلبه في غواية، يوم قبل ما يموت يسبق عليه الكتاب، فتظهر الغواية اللي في قلبه على صورة عمل سيء، فيموت على ايه، على عمل سيء. والتاني قلبه فيه هداية، الا انه ايه، اما جاهل فيعصى الله بجهله، او متسرع فيعصى الله بشهوته، لكن قوة قلبه يريد الهداية ويحب الهداية، يوم ربنا سبحانه وتعالى يظهر ما كمن في قلبه من حب الهداية والطاعة، فيموت على حالة ايه، حسنة. ولا يظلم ربك احدا. وعنه به قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد. الحديث ده خلاصته إيه، مهم في إيه، إن لأهل الطاعة يعني يتكبروا بطاعتهم ويأمنوا مكر الله، ولا أهل المعصية ييأسوا من رحمة الله. وإنت كمان ما تحكمش على الخلق، دع الخلق للخالق، مش تشوف أهل الطاعة تقول هذا من أهل الجنة، إنت يعرفك، العبرة بالخواتيم. تشوف واحد عاصي تقول له انت من اهل النار، ايه عرفك، العبرة بالخواتيم. فما تحكمش على الخلق، ودع الخلق للخالق، بينك وبين الخلق التناصح لا الحكم عليهم، تنصحهم بس، ودع الخلق للخالق، لا تغتر بطاعة ولا تيأس من معصية. فدي اللي يفيدك في الحكاية دي، تقوم تمشي متواضع في الدنيا. وعن أبي قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله ابن أبي بكر ابن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وكل في الرحم ملكا فيقول يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة، يعني بياخد الأمر حتة حتة، يا رب نطفة أعلقها في الرحم ولا تنزل، يقول له لا أعلقها، طب يا رب علقتها تكمل ولا تسقط، يقول له لا مضغة تكمل، يعني كأن بياخد الأوامر هي خطوة خطوة. فيقول يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة، فإذا أراد أن يخلقها قال يا ربي أذكر أم يا ربي أنثى، يا ربي شقي أم سعيد، فما الرزق، فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه، فيكتب كذلك في بطن أمه. وعن أبي قال حدثنا قيس بن حفص
قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن أنس يرفعه أن الله يقول لأهون أهل النار عذابا: لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به؟ قال: نعم. قال: فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. يعني قلت لك في عالم الذر يوم ألست بربكم، فقلت بلى، لما جيت الدنيا نسيت وأشركت. كان أهون لك تعبدني وما تشركش بي وتوفي بالعهد الأول بدل ما تفتدي ما في الأرض جميعا ولا تفتدي. وعن أبي قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل، لأن من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، ويحملون أوزارهم وأوزار الذين يضلونهم بغير علم، فنسأل الله أن يسلمنا. وكذلك من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. ونكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.